مرحبا بكم أعزائي المتابعين. درسنا اليوم هو حل النشاط للفصل الرابع من كتاب اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. Unit 4 Lesson 1 الدرس الأول من الفصل الرابع. Complete the sentences أكمل الجمل. نرى هنا ثماني جمل وبها فراغات يجب أن نملأها بحسب ما مكتوب. Number 1 المثال: When I grow up, عندما أكبر, I want to be a teacher, أريد أن أصبح معلما. Because I want to help young people to learn, لأنني أريد أن أساعد الصغار لكي يتعلموا. Number 2, When I grow up, عندما أكبر, I want to be an engineer, أريد أن أصبح مهندس. Because, بسبب, هنا نضع السبب الذي من الممكن أن يكون هو ما يجعلنا نريد أن نصبح مهندس. أنا هنا كتبت I love designing, أحب تصميم and building things, وبناء الأشياء. تستطيع أن تضع سبب آخر فهذا الجواب اختياري. Number 3 What's your job? ما هو عملك؟ أو تستطيع أن تكتب What's your mother's job? ما هو عمل والدتك؟ أو What's your father's job? أيضا جواب اختياري. Number 4 Where is A housewife works. أين تعمل ربة المنزل؟ Number 5. A bus driver. سائق الحافلة. Works on the road. يعمل على الطريق. Number 6. How many sisters does Basim have? كم أخت لدى باسم؟ Number 7. My mother has a brother. أمي لها أخ. He is my uncle. إنه خالي. My father has a sister. أبي له أخت. She is my aunt. إنها عمتي. B. Read and write the number of the correct picture. اقرأ واكتب رقم الصورة الصحيحة. نجد هنا 6 صور. وهذه الصور يجب أن نضع الرقم المكتوب مع كل واحدة منها في المكان المناسب. لنقرأ ونترجم معاً. I am a bus driver. أنا سائق حافلة. هذه الصورة. Bus driver. I work on the roads. أنا أعمل على الطرقات. I drive the school bus. أنا أقود حافلة المدرسة. The roads in Baghdad are very busy. الطرق في بغداد مزدحمة جدا. There are lots of cars. هنالك الكثير من السيارات. تاكسيز سيارات الأجرة. Trucks الشاحنات and buses والحافلات. هذه صورة شارع مزدحم. I usually drive lots of children. عادة ما أوصل العديد من الأطفال to school إلى المدرسة in the morning في الصباح and take them home in the afternoon وأعيدهم للمنزل عند الظهر. هذه صورة لحافلة وأطفال. 6 I wake up early. أنا أستيقظ مبكرا. هذه الصورة لساعة 7 صباحا مبكر. And have my breakfast. وأتناول إفطاري. Then I drive my big yellow bus from the bus station. ثم أقود سيارتي الصفراء الكبيرة من محطة الحافلة. هذه تبدو محطة حافلات لأننا نرى هنا بقايا كلمة station. 5 Sometimes في بعض الأحيان children leave their bags on the bus. ينسى الأطفال أو يترك الأطفال حقائبهم في الحافلة. I put the bags in a safe place. أضع الحقائب بمكان آمن. And give them back وأعيدهم the next day. اليوم الذي يليه. هذه هي الحلول. Read and label the picture. اقرأ وضع علامة على الصورة. This is a table. إنها منضدة. For playing table tennis. للعب كرة المضرب. It is made of different material. إنها مصنوعة من مواد مختلفة. Here are the materials. هذه هي المواد. Rubber wheels أي عجلات مطاطية. Metal legs سيقان معدنية. Cotton net شبكة قطنية. A plastic ball كرة بلاستيكية. A wooden table top منضدة خشبية. A wooden bat مضرب خشبي. الحل هو هذا. هذه الإشارة للساق وهي metal legs هنا
سيقان معدنية. هذه الصورة للعجلات، العجلات هي rubber wheels مطاطية. هذه الصورة للمضرب وهو wooden bat مضرب خشبي. هذه الصورة هي ل a wooden table top وهي الجهة العلوية للمنضدة. هذه الصورة للشبكة وهي cotton net أي شبكة قطنية. وهذه الصورة للكرة وهي plastic ball وهي كرة بلاستيكية. Write the adjective for these things. اكتب صفة هذه الأشياء. Shoes الحذاء leather جلدي. Scarf الوشاح wool صوفي. Bottle القنينة plastic أو glass زجاج أو plastic. Shirt cotton قطن. Toy اللعبة قد تكون cotton قطنية أو rubber مطاطية أو plastic. Cup القبعة قد تكون denim أو leather أو jeans. Read boys, read a boy's story. اقرأ قصة طفل. هنا يجب أن نقرأ القطعة جيدا لأننا في ما بعد لنرى معا. Write the wrong word and put the correct word next to them. اكتب الكلمات الخاطئة والكلمات الصحيحة بجانبها. هذه الحلول تعتمد على المقطع الصوتي بالتأكيد، وكوننا لا نملك المقاطع الصوتية لغاية الآن فوضعنا الحلول المناسبة، ولكن قد يكون الحل بكلمات مرادفة. سأشرح لكم كيف. مثلا لنقرأ القطعة. I went to school yesterday. ذهبت إلى المدرسة وليس إلى المول. But I didn't feel well. لكنني لم أكن أشعر بأنني بخير. I had a headache. لدي كان لدي صداع. And sore throat. وليس ear. هذا مؤكد. لدي ألم في الحلق وليس في الأذن. I felt hot. شعرت بحرارة. My teacher said. قالت معلمتي. That I had a broken arm. Broken arm طبعا خاطئة. ويمكن أن نضع مكانها أما a temperature أو cold. طبعا الحل يعتمد على المقطع الصوتي. She said that. قالت I should go shopping. shopping خاطئة. أنني قالت يجب أن أذهب إلى التسوق طبعا خاطئ، ولكن go home بدل shopping نضع home. She called my mom on her smartphone. اتصلت بأمي على هاتفها. My mom came to school and we drove home in the car. أمي جاءت إلى المدرسة وقدنا إلى المنزل بالسيارة. وقدنا إلى المنزل بالسيارة يجب أن نقول by car وليس in the car. When we got home عندما وصلنا إلى المنزل. My mom said قالت أمي that I should go to work. أنني يجب أن أذهب إلى العمل طبعا خاطئ. Go to bed إلى الفراش وليس work. She made me a hot pizza. لقد صنعت لي بيتزا ساخنة طبعا خطأ، وإنما drink hot drink أو hot tea شراب ساخن أو شاي ساخن. With lemon مع الليمون honey العسل and ginger root وجذور الجنجر الزنجبيل. She gave me a carrot. لقد أعطتني ليس carrot وإنما نستطيع أن نقول tablet قرص دواء أو pill دواء. For my headache لصداعي. And a box of tissues وصندوق من المناديل الورقية because I was sneezing لأنني sneezing because I was sneezing لأنني كنت أعطس. هذه صحيحة. I felt much better وليس bigger today اليوم. هذه الكلمات ear نضع مكانها throat broken arm أما temperature أو cold طبعا حسب المقطع الصوتي كما وضحت. Shopping نضع مكانها home. Work نضع مكانها bed. Pizza نضع مكانها drink أو tea. Carrot نضع مكانها pill أو tablet. Bigger مكانها better. هذه الصفحة 55. لن نحل الصفحة 55 لأنها تعتمد على المقطع الصوتي أيضا. نرجو أن يكون الدرس قد نال استحسانكم. انتظرونا في الدرس القادم والذي سيكون بعونه تعالى الدرس الأول من الفصل الخامس. شكرا للمتابعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا.